طيب احنا اتكلمنا عن الالارمز، كان الحته المهمه جدا، الحته المهمه جدا بتاعت المونيتور موديول والكنترول موديول اللي هي دي يا شباب، دي يا شباب من اهم الحاجات. في ناس بتبقى شغال في الفاير الارم، طبعا في ناس ما بتشوفش الاجزاء دي، الحتتين دول اللي هم المونيتور موديول والكنترول موديول، في ناس كتيره جدا ما بتشوفهمش في السوق نتيجه ان هو بيشتغل في مشاريع صغيره. يعني هو مثلا ايه مركب فاير الارم في فيلا مثلا، عنده 5 6 ديتكتور، كل غرفه حاطط فيها وفي الطرقه حاطط 2، فما شافش عمليه التحكم الكليه في مبنى كبير زي مبنى بيبقى فيه مثلا اسانسيرات مصاعد، مبنى فيه لوحات كهرباء، مبنى فيه مش عارف حاجات بتسحب هواء، مراوح، الكلام ده كله مش هيظهر غير مع الناس اللي بتشتغل في مشاريع كبيره. فانا عايزك تركز على الكنترول موديول والمونيتور موديول، وده شكلهم بالنص اللي موجود في الواقع. الكنترول موديول بيركب عليها تمام الاطراف الخاصه بالتحكم في المصعد، تمام؟ يبقى اي حاجه اليفيتور بتركب على الكنترول موديول، اي حاجه بقدر اتحكم في غرف او في لوحات الكهرباء، تمام، اقفل وافتح لوحه ادي اون اوف من خلال الكنترول موديول، اقدر اعمل اشغل مراوح الفانز، المراوح من خلال الكنترول موديول. يبقى دي عباره عن وحده هي اللي بتعمل انترفيس او مواءمه بين انظمه انذار الحريق وبين المكونات اللي احنا شفناها، المصاعد ولوحات الكهرباء والمراوح والكلام ده. في جزئيه تانية اسمها مونيتور موديول، دي مهمه جدا، هتلاقيها لو انت رحت في مشروع كبير كده هتلاقي المواسير الخاصه باطفاء الحريق، تلاقي محطوط عليها سويتشات، حاجه بيسموها تمبر سويتش، ووتر فلو سويتش، تمام. الحاجات دي بيبقى راكب عليها اليونتس دي بحيث تبقى موجوده، في حاجات منها عليها شاشه تمام بتقدر تشوف منها هل المحابس دي او الميه اللي موجوده في الفاير فايتنج سيستم هل هي موجوده والميه مضغوطه ولا لا، وفي سريان ولا لا، ده كله بتشكه من خلال المونيتور موديول، وده الشكل الداخلي بتاعها تمام، بتاع المونيتور موديول.